بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل حضراتكم. الإمام الشافعي ليه مقولة شهيرة بيقول فيها: رضا الناس غاية لا تدرك ورضا الله غاية لا تترك. الحقيقة مش أنا طبعا اللي هعلق على بلاغة الإمام الشافعي، بس المقولة دي عظمتها وبلاغتها تكمن في إن هي يعني مقولة مختصرة جدا وكلمات متشابهة ومكررة، لكن معناها واسع وشامل، يعني ممكن نعيش عليه العمر كله. فبالفعل لا يمكن ترضي البشر أبدا مهما عملت، وممكن واحد يرضى عنك النهاردة ويقلب عليك بكرة، ممكن رضا الناس يبقى بعيد المنال، ومهما تستنزف من وقتك وفلوسك وخدمتك ليهم عشان ترضيهم في الآخر ممكن ما يرضوش برضو. في أمثلة كتيرة، من أهمها الأم مثلا اللي ممكن تضيع عمرها في خدمة ولادها وفي الآخر ما يرضوش عنها ويرموها في دار مسنين. ومع ذلك وبرغم المقالب اللي الناس بيشوفوها من بعض وبيجربوها مع بعض، إلا إنهم مصممين برضو يرضوا شوية بشر على حساب ربنا سبحانه وتعالى، وتلاقيه ممكن يخسر علاقته بربنا ويقع في المعاصي إرضاء للناس اللي هيبيعوه عند أول وقعة ومش هيعبروا لو احتاج ليهم. وقيس بقى كل التعاملات في الدنيا على المقولة دي، هتلاقي إنه حد ممكن يأذي حد في شغله إرضاء لفلان أو للمكان الفلاني، وشايل من دماغه تماما انه بيشرد ناس او بيقطع عيش ناس او بيظلم ناس، وكل ده ذنوب عظيمه ربك مش هيغفرها ابدا مهما حجيت او صليت او استغفرت، لانه ربنا بيغفر كل شيء الا حقوق الناس، هيجوا في الاخره ويخلصوها منكم او من بعض. هتلاقي انه الناس مثلا تتكسف من بعض لدرجه انه ممكن بنشوف انه ممكن حد يتكسف يقوم يصلي في مكان علشان الناس اللي فيه كلهم شيك قوي ما بيصلوش وكده، فيحرج يقول لهم طب انا ممكن اقوم اصلي، مش مهم بقى، ولا يلقي بالا لكسفته من ربنا ان هو مطنش الصلاه اساسا عشان الناس ما يضايقش الناس. في ناس ممكن تجامل بعض في الحرام، يعني يعزم عليه بحاجه يشربها فيشربها ويقول لك اصل معلش ما قدرتش اكسفه، ما قدرتش اكسفه ده بيزنس، دي مقتضيات شغلي. انما طبعا هو لا يلقي بالا لكسفته من ربنا سبحانه وتعالى انه مثلا ممكن يكون بيشرب خمره او اي حاجه. يعني في أفراح بيضطر صاحبها إنه يعمل ركن كده خمور ويقولك ما أنا مش بشرب أنا ولا ولادي ولا حاجة، بس أنا لازم أجامل الناس اللي هيجولي لأن كلهم بيشربوا. إنك تجاري الناس عشان ترضيهم غاية لا تدرك، ولا عمرك هترضيهم، وهيطلعوا يتكلموا عليك من ورا ظهرك وهتضيع رضا ربنا عنك. النهاردة بقى إحنا هنتكلم عن حاجة ليها علاقة بالناس وربنا سبحانه وتعالى، لكن هنتكلم عن الفرق بين الحياء من الناس والحياء من الله سبحانه وتعالى. الناس في الدنيا ماشيين بالعكس، بيتكسفوا من بعض أكتر ما يتكسفوا من رب العالمين. ده موضوعنا اللي هنناقشه مع فضيلة الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اللي حضراتكم تقدروا تتصلوا بيه وتسألوه أي سؤال، بس بعد فاصل قصير. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. فرق كبير بين أنك تستحي من الناس أو أنك تستحي من الله سبحانه وتعالى. فضلت الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أهلا بحضرتك معانا، وعايزين نرصد كده الفروقات بين الحياء من ربنا سبحانه وتعالى والحياء من الناس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الحقيقة أنا حابب أبدأ بحديث من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البخاري ومسلم، مما ينبغي أن يكتب وأن يجعل نبراسا. يعني سيدنا النبي يقول: إن مما أدرك الناس من النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني هذه المقولة هي من مقولات الأنبياء السابقين الأولين، وأدركها الناس في عصرنا وفي عالمنا وفي ديانتنا: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. ما معنى هذه المقولة وما المراد بها؟ الحياء وصف واسم لخلق جامع لصفات الخير. والعلماء تكلموا عن الفرق بين الحياء من الله والحياء من الناس. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الصحيح أنه قال: استحوا من الله حق الحياء. فالصحابة تعجبوا وقالوا: إنا لنستحي من الله، لكن كيف نستحي من الله حق الحياء؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم أربع جمل: أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن ترك ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. من فعل هذا فإنه يكون قد استحى من الله حق الحياء.
يعني إيه أن تحفظ الرأس وما وعى؟ الأفكار اللي بتخطر على بال الإنسان لابد أن يكون فيها حياء، بمعنى لا أظن في الناس السوء، دايما أقدم في الناس ظن الخير، لا أكون حاقد على الناس، لا أكون مبغض للناس، لا يكون بيني وبين الناس ضغينة. لا، يعني سيدنا النبي لما قال في الحديث المشهور: من أراد أن ينظر لرجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل، فتتبعه أحد الصحابة فوجدوا ما بيعملش حاجة زيادة في الصلاة ولا في الصيام ولا في أي أعمال صالحة، غير إن هو لما بيجي ينام ما بيكونش في قلبه ضغينة على حد، يعني ما بيكونش شايل هم ولا حزن ولا ضغينة ولا بغضاء لأي حد من الناس. هذا هو معنى قول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، يعني تأكل من حلال، ما تأكلش أكل حرام، تكون بتتخير في كسبك وما بتأكلش أي مال من غير مورد حرام، وأن تذكر الموت والبلى، يعني تكون دائم لتذكر الآخرة، وأن كل إنسان سيموت، وأنه أنت هتموت وأنا هموت وكل الناس هتموت، فبالتالي تعمل عمل صالح يقودك إلى النجاة يوم القيامة. ومن أراد الآخرة فإنه ينبغي عليه أن يقلل من زينة الحياة الدنيا، يعني اللي عايز ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه لابد أن يتخلى عن كثير من زخرف الحياة ويزهد فيها ويتركها ولا يتعلق قلبه بها ولا يكون متعلقا بها. من فعل هذه الأشياء يكون قد استحى من الله حق الحياء. هنكمل حوارنا مع حضرتك ومستعدين لاستقبال تليفونات حضراتكم، بس بعد فاصل قصير. اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، واخد معايا اول اتصال تليفوني من دعاء. اي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. حياتي للشيخ. الله يحفظك يا استاذ دعاء. اتفضلي. بصراحه انا ليا كام سؤال. اولا فضل. من اول سؤال، انا من النوع اللي ممكن مثلا لو حصل موقف قدامي، حد ذكر ايه، حد ذكر حاجه حصلت لحد، ممكن اخدها بيني وبين نفسي ويحصل نوع من القلق جوايا انها ممكن تحصل ليا. هل ده يعتبر نوع من التشاؤم او يعتبر عدم يقين بالله؟ مع اني الحمد لله الحمد لله عندي ثقه بالله جدا، ان كل اللي ربنا كاتبه لي هو قال لنا اللي هنقوله، بس ساعتها بس التكه دي بتحصل عندي وبيحصل عندي نوع من الاهتزاز شويه، فكنت عايزه اعرف يعني عقابها ايه او ايه جزاها. ماشي، ده اول سؤال. ثاني سؤال، كنت بسال على السيده اللي ربنا مثلا ما اكرمهاش بالذريه في الدنيا، هل ليها جزاء غير انها صبرت واحتسبت مثلا عند الله زي مثلا زي ام الشهيد، زي المفتون، زي في جزاء صريح ليها في القران على حاجه زي كده غير انها بالصبر ربنا طبعا هيجازيها الخير؟ تمام. السؤال بعد في سؤال تاني. السؤال الثالث، انا من النوعيه اللي ممكن لما يحصل موضوع قدامي اقول رايي بصراحه، فهل انا ده يعتبر من ضمن الناس مثلا اللي يعتبر بيقول ايه يعني ان كنت فظا غليظ القلب؟ بس انا مش بقولها على فكره فظاظه، والحمد لله الحمد لله ما بسقش لحد والحمد لله كله بيتقبل ارائي، فهل ده يعتبر نوع مني يعني هوجز عليه برضو، ولا المفروض ان انا لما اسمع موضوع اتريث وما اردش منه خالص تحسبني ان حد يفهم كلامي غلط او ياخد رايي ان هو مثلا في حده او ياخد رايي ان هو في تطفل؟ فكنت عايزه اعرف برضو النقطه دي من الشيخ. شكرا يا دعاء. طيب نرد على السؤال الاولاني، اي موقف يحصل قدامها تخاف وتقول لك ده ممكن يحصل لي؟ ودي يعني تهالي بتحصل لكل الستات، يعني كل الامهات تشوف حد من عيال حد تعبان تخاف على عيالها، تشوف مش عارفه ايه تترعب. ده ايه يعني نتخلص من الموضوع ده ازاي؟ وهل يعني في ذنب على الواحد اللي بيخاف او بيقلق او كده؟ طيب، هو الموضوع ده موضوع طبيعي بيحصل لكل الناس، ودي معناها انه الإنسان الطبيعي كلما رأى مكروه كأنه بيتخيل لو أني وقع لي هذا المكروه ماذا سيحدث، والإنسان الطبيعي بيقف بعد مرحلة، يعني يحصل له الحال ده ساعة ساعتين وبعد كده خلاص يروح والموضوع ينتهي. الإنسان اللي مش طبيعي بقى هو اللي بيفضل الموضوع الوسواس ده يطارده في حياته، وده معناه أنه عنده خلل في كيمياء المخ ولازم ياخد دواء عشان يخف. طيب انا بقى بيحصل لي هذا، ده طبيعي مفيش مشكله فيه، ايه جزائي؟ مفيش جزاء، مفيش عقاب عند الله سبحانه وتعالى، ده خاطر بيخطر في بال الانسان مجرد انه الحدث ده مر عليه، فمفيش حاجه عليه، يعني لا عليه ذنب
ولا عليه حاجة، لأنه دعاء الآن بتقول إيه جزائي؟ مفيش جزاء عليكي ولا حاجة، ده حالة طبيعية بتحصل لكل الناس، بس أهم حاجة إن هو يطلع منها بسرعة عشان ما يبقاش محتاج علاج دوائي ويبقى حالة من حالات الوسواس القهري. جميل. طيب السيدة اللي ربنا ما يرزقهاش بالخلف، هل تؤجر على الموضوع ده غير فكرة إنها صابرة ومحتسبة؟ يعني هل يعني تعامل معاملة إنه حد مثلا عنده ابتلاء غير يعني يؤجر عليه؟ طبعا احنا عندنا قواعد عامة في الشريعة يبينها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول عجبا لأمر المسلم أو لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. حتى الشوكة يشاكها، يعني أقل حاجة بيتعرض لها الإنسان حتى لو إنه اتشك وهو ماشي، حاجة خبطت في رجله، حاجة خبطت في إيده، لا خاطر تسلط عليه، حالة هم وحزن، حالة ابتلاء، حتى لو شاف منظر يعني أذاه، كل هذا في ميزان حسناته يوم القيامة. وعلى قدر البلاء يكون العطاء. والله الست اللي بيموت ابنها وهو طفل صغير وهي قلبها متعلق به، فجزاءها كبير عند الله سبحانه وتعالى، لأنه الابتلاء بتاعها كان كبير. فمثلها اللي بتبتلى بإنها ما تنجبش مثلا، لها جزاء كبير عند الله سبحانه وتعالى، لأنها ابتليت في شيء عزيز تحبه كل امرأة وتحرص عليه، فجزاءها كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى. بالقواعد العامة للشريعة وبكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الناس اللي يقول لك ايه ده فلان ده صريح، ده يقول لي لا عور انت عور في عينك، ده كلامه دبش، ده مش ما اعرفش، هي بتقول انا شويه ببقى حاده، ده برضو ايه يعني وضعه ايه في الشريعه؟ كل الحاجات دي بتتعلم مع الممارسه، ومع ان انا امر بموقف فاقوم اخد منه درس وما كررش غلطه حصلت مني قبل كده. هي الاستاذه دعاء بتقول ان انا دايما بجمل كلامي، هو ده المطلوب. في حاجة تانية بقى مهمة، إن أنا ما أقولش رأيي إلا لما أطلب، وما أقولش رأيي إلا لما يكون رأيي ده هيؤدي إلى خير. يعني أنا النهاردة قاعدة في جلسة وناس كتير عمالة تتكلم ومحدش سألني عن رأيي، أسكت أحسن. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل خيرا أو ليصمت. طيب لا سألوني وأنا شايفة إن كلامي مش هيفيد. يعني لو قلت لفلان انت بتغلط عشان كذا 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 كذا، او لفلانة، مش هتستجيب ولا هيحصل اثر ايجابي في الحياة. يعني هتاخد كلامي وممكن تفهمني ان انا بعديها او بواجهها، او تبدأ ترد على كلامي بكلامي، يبقى برضو ما اقولش. يعني دايما احنا عايزين نقلل الكلام الذي لا فائدة منه. لانه الكلام الذي لا فائدة منه يضر ولا ينفع، يضر ولا يفيد. فهي بتقول انا وهل يكب الناس على وجوههم الا حصائد السنتهم فتح الله عليك. طيب فيبقى ننصحها بثلاث نصايح. النصيحه الاولى انها ما تتكلمش الا لما تطلب، ما تتكلمش الا لما يكون كلامها سيؤدي الى خير. النصيحه الثالثه انها وهي بتتكلم تختار الالفاظ. يعني انا ممكن اقول واحد كذاب، ممكن اقول كلامه مش صح. في فرق كبير جدا بين انا اقول لقدامي كلام حضرتك مش دقيق، او اقول له كلام حضرتك كذب. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في فتح مكه وسيدنا سعد بن ابي وقاص قال اليوم يوم الملحمه، فسيدنا النبي قال كذب سعد، يعني اخطا، الكلمه دي احنا مش عايزينها، اليوم يوم المرحمه. فهو الكلام دايما كده، احنا ننتقي الالفاظ اللي بتؤدي المعاني الايجابيه. صحيح. ونبتعد عن الالفاظ التي تؤدي الى معاني سلبيه. جميل. عبد الحميد. ايوه اهلا بحضرتك يا فندم. ازيك؟ انا بيش. اتفضل. لو سمحت، انا عندي بنت اختي اتجوزت واحد كان اعلن اسلامه. خد بالك، وما زال بيمارس حياته الاولانيه برضه اللي هو كان عايش فيها الاول، كان مسيحي واسلم. تمام. واتجوزها وبعد كده بعد ما اعلن اسلامه وخد بالك وكتب كتابه خلاص ودخل بقى يمارس حياته الاولانيه اللي هو كان عايش وهو مسيحي. تمام. فده وضعهم ايه؟ حضرتك بتسال ايه الوضع بقى هنا؟ شكرا استاذ عبد الحميد. انا ما سمعتش السؤال كويس، يعني حد اعلن اسلامه وتزوج من مسلمه، وبعد ما تزوجها وهو مسلم اصبح يمارس عقائده المسيحيه بعد كده.
يعني ايه يمارس عقائده المسيحيه؟ يعني لو كان بيصلي غير صلاه المسلمين يبقى بيعمل حاجه مش صحيحه. احنا بماذا نحكم على الانسان بانه مسلم؟ بانه بيشهد ان لا اله الا الله. يعني بنقول له قول اشهد ان لا اله الا الله وان سيدنا محمد رسول الله، فبيقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، كده يبقى مسلم. له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. يعني يتجوز مسلمه، يعني كل الاحكام الاسلام تطبق عليه. تمام. طيب هو مش عارف يبطل يقعد مع زمايله المسيحيين، مفيش مانع. هو بيروح الكنيسه حتى عشان يسلم على الناس اللي هناك، مفيش مانع، بس هو مسلم لانه شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. مش عارف يخرج عن برنامج حياته، بيصحى الصبح بيصحى متاخر بدل ما يصحى بدري، ساعات يضيع منه صلاه الفجر، كل ده ما يخرجوش عن انه مسلم. هو مسلم بس مقصر، هو مسلم بس بيضيع منه الصلاه. فبلاش نبقى عندنا يعني فكره او رغبه في ان احنا نخلي الناس بعيدين عن الدين. اذا كان بيعمل حاجات تضر بمعنى الاسلام، يعني بعد ما اسلم وقال اشهد ان لا اله الا الله رجع قال لا انا مش معترف بان سيدنا محمد نبي، دي حاجه تانية بقى. يبقى هو هنا ارتد عن الاسلام، رجع مره اخرى الى ما كان عليه من عدم القناعه ببعثه سيدنا محمد وانه خاتم الانبياء والرسل، دي مساله اخرى هتطلعه من الدين تاني. لكن انه بيعمل في برنامج حياته اليوميه ما كان يفعله قبله. اذا حد قال لا يعني عملها على الورق بس عشان يتجوز فلانه وهو في قراره نفسه مش مسلم، يعني هل هي تسكت ولا تتطلق ولا تكمل ولا ايه؟ لا، دي تفاصيل ودي حالات ودي محتاجة جلسة خاصة ومحتاجة كلام وتفاصيل كتير. يعني واحدة تزوجت واحد مسيحي بس ما بيصليش يبقى عاصي، لا بس هو بيقول لها ما تصليش يبقى بيأمرها بمعصية. تمام. لا بس يعني ده دي كل حالة خاصة، كل حالة ليها ظروفها، كل حالة بظروفها تروح دار الإفتاء وحاجة بقى تقول ده نكمل ما نكملش، نقعد معاهم ونسمع من دي ودي. تمام. ونشوف الوضع ايه ونقول لهم. تمام. انما الموضوع ما يتركش للعوام ان هم يحكموا على تدين هذا، او يعني انا فهمت للناس الطيبين انه الناس تقول لك ايه ده يا عم ده بيروح مثلا يزور عمته في الكنيسه او كده، لا ده ما ينفعش. طب هو مأمور ببر عمته في الدين الاسلامي. يعني الشريعه الاسلاميه بتقول له بر عمتك حتى ولو كانت مسيحيه. صحيح. رشا معانا؟ ايوه يا فندم. اهلا بيكي، اتفضلي يا رشا. اهلا بحضرتك، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. كنت حضرتك عايزه اسال سؤال بس، يعني ايه، انا دلوقتي بحب واحد ماشي، والشخص ده يعني بيشرب حشيش بس هو مستواه كويس، يعني على مستواه بكتير قوي. وفي نفس الوقت في واحد متقدم لي، حد كويس وحد متدين وعلى قد حالاته يعني كده، يعني يعتبر شبهي. فانا محتاره الاثنين عايزيني. عندك كام سنه يا رشا؟ عندك كام سنه؟ انا عندي 23 سنه. ومين اتقدم رسمي؟ اللي اتقدم رسمي اللي هو الحد الغلبان ده اللي هو مش بيشرب حاجه. والتاني؟ التاني المفروض يجي يتقدم مثلا الاسبوع الجاي، بس بيشرط عليا ان انا امشي الاولاني ده اللي هو متقدمني او اللي بابا ان انا مش عايزاه وهو هيجي يتقدم. بس وفي سؤال تاني حضرتك عايزة اقول لحضرتك برضو. انا عندي مشكلة وعندي رحم ذو القرنين ماشي، فانا في عليا وزر لو انا ما قلتش مثلا ان انا هتجوزه ان انا عندي حاجة زي كده. هو ده يعني ايه المضاعفات بتاعت الرحم ذو القرنين؟ يعني الدكتورة كانت قايلة لي يعني بعد الجواز احتمال ممكن نحتاج عملية اللي هو الحقن المجهري، او نحتاج عملية لتقطع مثلا الجزء اللي هو لو مثلا لو حاجه مثلا رحم كبير ورحم صغير يتقفل اللي هو الجزء الصغير ويفضل الجزء اللي هو ينفع ان انا اخلفه كده. طيب وهل دي حاجه يعني عاديه بتحصل لبنات كتير وعادي، ولا دي يعني زي اللي بيجي لهم تكيسات على المبايض، ولا دي حاجه نادره؟ عشان انا مش معنديش. لا حاجه نادره يعني مش عند كل الناس. طيب ماشي، شكرا يا رشا. معانا حد تاني؟ ام حسام. ايوه. اتفضلي. اتفضلي. ازاي حضرتك؟ ازيك عامله ايه؟ في نعمه الحمد لله. اتفضلي سؤالك. عايزه بس احكي لحضرتك حكايتي. اتفضلي. انا زوجه من 30 سنه. عندي 50 سنه. معايا بنتين ومعايا ولد، بنت منهم متجوزه وبنت تانية في كليه قمه، ولد في ثانوي. حضرتك سامعاني؟ سامعاكي. فانا كان عندي جاره يا استاذه
الست دي مصلية وكانت ظروفها تعبانة جدا، فأنا كنت طبعا انت عارفة وربنا أمرنا ليس منكم من بات شبعان وجاره جائع. فأنا ساعدت الناس ديت، وهي أكبر مني سنا وأكبر من جوزي سنا، وكل ما أدخل ألاقيها بتصلي التراويح القيام اللي مش عارفة إيه. استني أشوف آخر القصة. آخر القصة إن أنا لقيتها على علاقة كاملة بجوزي. وضحت. طيب. فأنا دلوقتي يا أستاذة مش متقبلة، مش متقبلة. متجوزين ولا علاقة بس؟ علاقة كاملة، وهي جوزها معاها ومعها أربع تلات شباب كبار، وجوزها بقى دقني كده وقال الله وقال الرسول وعيلة تخش كده عليها. أنا بقى جوزي أنا مكسوف من الناس، لما الناس عرفت أيوه مكسوف من الناس، وانتوا الاتنين مش مكسوفين من ربنا؟ انت تأكدتي؟ هو قال كل حاجة يا أستاذة، هو قال كل حاجة. اعترف. طيب وبعدين انت تصرفتي ازاي؟ بص انا عملت مشكلة وبعد كده سكت على ان ربنا هينتقم لي منهم. عملتي مشكلة معاها بس جوزها ما يعرف؟ جوزها يعرف؟ لا جوزها بقى يعرف، هي بقى ايه هو ما كانش هناك فوصلت له بقى ايه ان ايه انا ناس بعت رسائل لجوزي ومش انا اللي عاملة كده. طب تليفونك فين؟ اصل انا تليفوني اتسرق. هو في يا استاذة في حاجة اسمها تليفوني؟ انا فوجئ جوزي فوجئ بان تليفوني اتسرق. طيب انت سؤالك ايه بقى يا ام حسين؟ جوزك قال لك انا غلطان وندمان وكده؟ انا غلطان وانا ندمان وابوس ايدك وابوس رجلك واعيش وهعمل واللي انت عايزاه. انا مش قابلاه خالص خالص، لان انا ما عملتش مع اي حاجه وحشه. ماشي ماشي يا ام حسام، يعني اسمعي كده راي فضيله الشيخ ونصيحته. خلينا كده ايه ناخد بس كلام رشا الاول. عندها عريسين دلوقتي، واحد في العشه وواحد طاير، مش يعني واحد ايه ما قالش حاجه، وده ايه بيشرب حشيش وغني، وهي عينيها يعني او يعني زي ما يكون كده ايه مايله طبعا للمستوى احسن وبتاع، والتاني غلبان وعلى قده زينا وجاي متقدم رسمي وهي مش عارفه تعمل ايه. طيب هو في اكتر من قضيه، القضيه الاولى بتقول انا هرفض الاول عشان التاني يجي. طيب وبعدين هي برضو متردده ارفضه ولا مرفضوش. انا بنصحك يا استاذه انك ما ترفضيش الاول، وانه اذا كان شخص متدين بيخاف ربنا بيصلي بيصل ابوه وامه ويبرهم كملي معاه، هو خير لك من الاخ التاني اللي حضرتك بتقولي متعلقه بيه لكن هو بيشرب حشيش. لان اللي بيشرب حشيش ده بلاوي كتير، وبعد ما حضرتك تتجوزيه هتكتشفي ما لم تكوني تتوقعيه. وحضرتك عندك 23 سنة، انت لسه بنوتة يعني صغيرة، ربنا يكرمك ان شاء الله وهتحبي خاطبك الجديد دوت، وهيكون بينك وبينه الخير كله. حاولي تتقبليه وحاولي تشوفي اذا كان انسان كويس واخلاقه كويسة، استمر معاه فهو خير من اخونا التاني بتاع الحشيش. ده السؤال الاول. السؤال التاني، الجواز بيتبني على المصارحة. يعني لابد يكون كل الامور واضحه من البدايه عشان ما حدش بعد كده يقول انا اتغشيت، انا حصل مشكله، وده ينبني عليه انفصال او مشاكل اكبر. فلازم يا استاذه رشا تقولي له ان انا كنت كشفت عند دكتوره فقالت لي ان انت عندك رحم ذو قرنين، وانه لو بعد الجواز ما حصلش حمل بشكل طبيعي ممكن نحتاج عمليه. وهو يبقى معاكي في الصوره من البدايه من اولها لاخرها، ومفيش مانع ان انتوا تروحوا لدكتوره تاني مع بعض قبل الجواز ويسمع منها ويشوف الصوره تكون ايه، ولو هو متمسك بيكي هيكمل معاكي، وده اولى ان احنا نخش وبعد شويه نعرف او يحصل مشاكل في مستقبل الحياه فترتب عليها ما لا يحمد عقباه انه ينفصلوا او يبقوا عايشين حياه مش سعيده او شيء من هذا القبيل. فالاحسن يا رشا الصراحه والوضوح. الفلوس بتروح وتيجي يا فضيله الشيخ. ايوه كل حاجه يعني ممكن يبقى منبهره بحد معاه فلوس بكره يفلس عادي يعني. لا انا عايز اقول لحضرتك ويفضل يا واخد القرد على ماله، مش قصدي انه الشكل بس، قصدي مثلا الصفات الوحشه. هي اللي تفضل، هي متعلقه بفكره الحب والهيام والرومانسيه. 23 سنه يعني لسه ما عندهاش خبره صغيره. فبمجرد ما يخش لها شاب بيضحك او بيتكلم، يعني علماء النفس بيقولوا ان الست بتجذب من ودنها.
وان الرجل بيجذب يعني من او يعني بتنجذب للرجل بجودة كلامه. ممكن يكون اخونا اللي بيحشش ده بيتكلم كويس جدا والتاني منكسر مش عارف يتكلم. اقبليه وربنا هيكرمه ان شاء الله ويفتح عليه وهيعرف يتكلم. طيب خلاص بقى ام حسام بقى والقصه يعني ايه حضرتك عرفتها كده من وهي بتقول لك انا ست متدينه وكل ما ادخل يعني مش ومش المفروض ان ده يبقى حاصل بس للاسف بيبقى حاصل لانه الناس بتاخد تلاقي هم من بره بشكل والطباع بقى وفي بلاوي يعني ام حسام يعني مشكله كبيره وفيها دروس كتير يعني كتير من الستات لما بتتواصل مع صديقتها او جارتها فتقوم تتكلم عنها كويس قدام زوجها ومش واخده بالها انها كده يعني بتولع حريقه او يعني زي ما تقولي حضرتك بتعلق زوجها بالست دي حتى وان كانت متزوجه. لا يجوز ان تكشف عن شخصيتها ولا عن صلاتها ولا تحكي عن جوزها ولا عن عبادتها وبالعكس يعني كتير من بناتنا واخواتنا مش واخدين بالهم من الحاجات دي اللي بتروح تذكر محاسن زوجها عن صحبتها او تذكر محاسن صحبتها عند زوجها. فده كلا الامرين مضر في غايه الضرر. واضح ان الموضوع بدا من حته زي كده لما دخلت عشان خاطر تحسن اليها او تصادقها او زي ما بتقول سيدنا النبي يقول لا يؤمن من بات شبعان وجاره الى جواره جاون. فبتقول دخلت يعني عشان تؤدي معاها عمل صالح او شيء من هذا القبيل فوجدتها تصلي وتصوم فكانها راحت حكت فيقول لك ده استحاله ده لا يمكن الست دي انا واثقه فيها كده يعني ثقه ان الشيطان ليجري من ابن ادم مجرى الدم. كل انسان عنده وسوسه صحيح. كل انسان عنده شيطان وكل انسان عنده اغراء بالمعصيه من نفسه ومن الشيطان ومن الهوى من الدنيا وهكذا. طيب الحل ايه؟ الحل ان الحالة النفسية اللي هي فيها دي هتزول ان شاء الله وانه مثل هذه المشاكل بتنتهي بمرور الوقت. يعني اذا كانت المشكلة حاصلة بقالها شهر او اتنين او ستة فبعد سنة ان شاء الله ستنسى هذا. ولو ارادت انها تسرع النهاية ممكن تروح هي وزوجها لمكتب من مكاتب الـ زي الاصلاح الزواجي او يعني حاجة بتنصحها تسامح الراجل وطالما اعترف وكده وبعد 30 سنة جواز يعني غلط وخلاص تمام. يعني احنا بنقول انه هذه المشاكل ستنسى ان شاء الله وممكن تذهب لمكتب ارشاد اسري وهيدوها برامج ويدوها افكار تحسن العلاقه بينها وبين زوجها ان شاء الله وربنا سبحانه وتعالى يصرف عنهم السوء وتصحصح لزوجها وما تامنش لحد وما تحكيش كتير. متقطع طبعا الست دي تماما طبعا. زينب الو الو اهلا بيكي اتفضلي. ازيك يا استاذه دعاء؟ الحمد لله تمام. ازيك يا ماما؟ ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي سؤالك. انا بصلي خطوات بصلي. الو ايوه بتصلي؟ خدت فتره اصلي وبعد كده قطعت وبعد كده بصلي دلوقتي. ماشي. بس ايه بصلي عشان انا شغاله مثلا مع في محل مع والدي بصلي الظهر والعصر مع بعض وما بلحقش ان انا يوم الجمعه بكون في المحل ينفع مثلا اصلي الجمعه على التلفزيون على التلفزيون اصلي عليه؟ لا انت بنوته يعني مش يعني ماشي إيه؟ انت بتسالي ان صلاه الجمعه انت بقيت الصلوات تسالي على صلاه الجمعه بالتحديد وبقيت الصلوات انت بتقطعي فيها يا زينب صح؟ لا لا انا كنت بقطع الاول دلوقتي بقيتي مواظبه ملتزمه الجمعه بس اللي بتسالي عليها صح؟ لا بصلي هنا بقعد في المحل من الصبح فبصلي الظهر والعصر مع بعض. انت عندك كام سنه يا زينه؟ 20. ايه؟ 20. ماشي يا حبيبتي. عبد الرحمن مع ام احمد. طيب ايوه اهلا يا ام احمد. عليكم السلام. ايوه بقول لحضرتك انا بنتي متجوزه بقالها سنتين وربنا رزقها بطفل وبعد كده اكتشفت ان جوزها بيشرب حشيش وبرشام فسابت له البيت واجت وطبعا احنا دلوقتي طالبين الطلاق وعايزه تنفصل لان احنا ما مالناش في الموضوع ده خالص. فايه راي الدين؟ وهو مش عايز يديها حاجتها ومش عايز يطلق. هو الراجل يعني اعترف وقال انا بشرب وهفضل اشرب وكده وقال استشهد وسد الدين ده في لسانه على طول على طول على طول وانتوا خلاص عايزين تطلقوا
بيضرب وبيمد ايده، وانتوا عايزين تطلقوها خلاص وتتحملوا مسؤوليتها هي وبنتها. هتتحملوا مسؤوليتها هي وعيالها؟ ايوه هي البنت في حضانه مامتها وهو مش عايز، ولا انا عايزه ارجع لها، بس احنا بصراحه مش مأمنين له، لان غير امين عليها بقى، غير امين عليها. طيب سؤالك ايه بقى بالتحديد؟ كذب وسد الدين بطريقه مش معقوله. فاحنا دلوقتي عايزين الطلاق. هي لها القايمه بتاعتها الاربع عوض والمؤخر ونفقت بنتها، مش ده شرع ربنا؟ ايوه ماشي، القايمه والمؤخر هو مش عايز يدفعهم. طيب هاخد هبه وهنرد عليك يا ام احمد وعلى زينب. يا هبه. الو السلام عليكم. ازيك يا هبه؟ عليكم السلام. السلام ورحمه الله. ممكن اتكلم الشيخ مدام دعاء؟ اتفضلي يا هبه. انا دلوقتي متجوزه بقالي 3 سنين وربنا مش رزقني بالانجاب. والحمد لله انا بصوم اثنين وخميس وجوزي متدين. رحت الدكاتره يا هبه؟ رحت والحمد لله، وقالوا يعني عندي جوزي تعب وكده، ومسألت وقت وهو بيتعالج وكده. تمام. بس انا الحمد لله انا راضيه بامر ربنا وراضيه يعني الحمد لله، وبصوم اثنين وخميس وعلى طول بسبح وصلاه الفجر على طول انا وهو، وانا عاوزه يعني ان الشيخ يدعيني. انت عندك كام سنه يا هبه؟ عندك كام سنه؟ انا عندي 30. ماشي يا حبيبتي، لسه صغيرة على العموم. شكرا يا هبة. طيب زينب مع ابوها في المحل، وممكن تجمع الظهر والعصر عشان الرجالة بيروحوا غالبا يصلوا يعني الجمعة، وهي لازم تفضل قاعدة في المحل، فحكم ده ايه؟ يجوز جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء اذا كان في داعي لهذا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر من غير ما سفر ولا مطر. فراوي الحديث سيدنا عبد الله بن عباس بيسألوه ليه عمل كده سيدنا النبي؟ قال حتى لا يحرج أمته، يعني ما يجعلش على الأمة من حرج. فأنا عندي دلوقتي دكتور عنده عملية هيخش قبل الظهر وهيطلع على المغرب، أو بعد المغرب، أو هيخش بعد الظهر بنص ساعة وهيطلع مثلا على المغرب، يقوم يصلي الظهر والعصر قبل ما يخش العملية عشان ما يضيعهمش، أو المغرب مع العشاء هيخش مثلا بعد المغرب بساعة وهيطلع وش الفجر. في حاجات زي يعني كده، يعني في اسباب تانية غير السفر. ايوه يا فندم. اللي هي ايه؟ اللي هي رفع الحرج. يعني هي دلوقتي واقفه في المحل، فما بقاش عندها وقت تصلي الا هي الساعه اللي في الوقت الفلاني، اللي هي الساعه اللي بعد الظهر او الساعه اللي بعد العصر. تمام. ولكن الفقهاء اشترطوا شويه شروط، يعني ان انا لو هجمع مثلا الظهر مع العصر او المغرب مع العشاء جمع تاخير، لازم انوي في وقت الصلاه الاولى ان انا هصليها يا رب تاخير، عشان ما يبقاش وقت الظهر كله عدى وانا ما صليتش ولا نويت ان انا هاخر تاني. دي مهمة، يعني تاني. يعني هو الظهر ادن عليا دلوقتي وانا في الشارع او في اي حتة مش عارفة اصلي. تمام. اول ما يبدا انوي ان انا اصليها جمع تأخير. ايوه كده، انوي ان انا اصليها جمع تأخير في اي وقت من اوقات الظهر قبل ما يأذن العصر. دي غير انها تتصلى قضا؟ دي غير انها تتصلى قضا، يعني مع انه نفس الوضع يعني. لو انا نويت النية دي بقت حاضر. والله؟ ايوه والله. وفي شوية حاجات تانية. ان انا مثلا خلاص انا نويت الجمع اهو في وقت الصلاة الأولى، قوم هصليها مع العصر، ما افصلش بين الصلاتين بكلام. يعني اصلي الظهر وعلى طول اكبر واصلي العصر. ما افصلش الا اذا كنت هقيم الصلاه او حاجه زي كده. ما اقعدش بقى ما بين الظهر والعصر وانا ناوي الجمع اتكلم مع زوجتي ولا اختي ولا بنتي ولا اروح اجيب العيال يعملوا الواجب وبعدين اكمل. يعني الجمع ورا بعضه. ورا بعض. تمام. وهكذا. هي دي الشروط اللي الفقهاء اشترطوها عشان يصح الجمع. يجوز بقى انا اجيب الظهر، اجيب العصر مع الظهر في وقت الظهر. أو أطلع الظهر في وقت العصر قبل المغرب، وكذلك المغرب مع العشاء. فيجوز لزينب إنها تعمل كده. وأي إنسان عنده حرج، يعني ممكن مثلا أكون رايح شغل وخارج من المكتب بتاعي، لازم يكون الظهر ده. نعم، لازم يكون الوقت أنا صادق. زمان ما كنتش أعرف القصة دي، وكنت مسافر برة، ومثلا طول النهار إحنا في برة في مكان، فكنت أصحى أصلي 5 صلوات الصبح، فقالوا لي لا ما ينفعش. ما ينفعش طبعا، لازم يكون وقت الصلاة جه. طيب في حاجة تانية مهمة، بعد ما وقت الصلاة يخش أكون نويتها زي ما قلنا تأخير وجمع تأخير أو كده لو هأخرها في الوقت التاني. طيب لازم وقت الصلاة يكون جه، ولازم ما أكونش متعود على هذا، يعني ما خلاش كل يوم بقى. مش كل يوم أعمل كده، أعمل كده لما يكون عندي ظرف طارئ. أنا ممكن الظرف الطارئ ده يكون أنا مش هتمكن من الصلاة. يعني أنا خارج من المكتب بعد الظهر بنص ساعة وهفضل في شغل مستمر لغايه بعد المغرب، فاروح مصلي الظهر والعصر. تمام. بعض الناس بتفهم ان انا كمان اصليها قصر، هي دي المشكله الخطيره بقى.
انا ما بصليش قصر يا جماعه، انا بصليها اتمام. طيب. يعني الظهر 4 والعصر 4. طيب. والمغرب 3 والعشاء 4. هل يجوز الست تصلي مع التلفزيون وهي في البيت صلاه الجمعه؟ لا طبعا لا يجوز، لانه التلفزيون ده مكانه بعيد عنها خالص. احنا عندنا جواز لانه يكون في مسافه ما بين الصفوف. يعني انا النهارده واقف في بلكونتي، بس انا تحت بيتنا جامع، فببص من البلكونه بشوف الناس اخر الصفوف. ايه الفاصل اللي يجوز ان انا اتابع الامام ويكون متاح في الشريعه؟ حوالي 75 متر. يعني يبقى بيني وبين الاخر الصفوف 70 متر. وسامع صوت الشيخ وشايف الشيخ او سامعه وهو بيخطب. يعني لو حد قاعده في شقه في دور ارضي مثلا والناس بتصلي تحت بيتها كده على الارض، يجوز اتابع الامام واصلي. احنا لما بنروح مكه والمدينه وبنبقى قاعدين في الفنادق بنصلي واحنا شايفين اخر الصفوف. ده نفس المساله. طيب. دار الافتاء افتت فتوى بتقول فيها الكلام ده، اللي عايز يقراها بالتوسع يدخل على موقع دار الافتاء. طيب ام احمد بنتها متجوزه حشيش وبرشام ومش عارفه ايه وعايزه تطلق. والله مكالمه ام احمد دي جايه عشان خاطر رشا. يعني كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لرشا اسمعي بقى شوفي ايه المقال لو انك طنشتي او رفضتي الشاب المحترم. السب على طول. ورحتي على اخونا اللي بيحشش دوت، يعني لانه الحشيش بدايه الوقوع في المتواليه اللي هي برشام وبعد كده مخدرات بقى بكل انواع. ربنا. طيب القايمه والمؤخر والنفقه والكلام ده كله من حقها، هو طبعا مش عايز يطلق ومش عايز يدفع الكلام. يعني هي ام احمد قدامها احد طريقين، انها تثبت ان هذا الزوج لا يصلح ان يكون رب اسره نافع، فتجيب شهود يشهدوا انه بيشرب، تجيب حاجه رسميه، تجيب حاجه تثبت للقاضي انه الولد ده بيشرب حشيش وبيشرب برشام واحنا مش مستأمنين عليه البنت، وترفع قضيه اسمها طلاق للضرر. بس للاسف زمن التقاضي في هذه القضيه بيستمر فتره طويله، يمكن ياخد 5 سنين. فيبقى كده يا عيني البنت هتفضل قاعده. فده الطريق الوحش اللي احنا ما بننصحش بيه. امال ايه اللي بننصح بيه؟ اللي بننصح بيه انه ده ابتلاء من السماء، البنت دي مبتلاه وربنا يعوض عليها. طب الحل ايه؟ الحل ان احنا نذهب للعقلاء من اهل هذا الولد، ابوه عمه خاله، وناخد العقلاء من اهل البنت ونقول لهم يا جماعه احنا عايزين نحل المشكله. ولو سمحتوا ادوا البنت حقوقها ونرضى بجزء من الحقوق، مش لازم كل الحقوق، عشان نخلص البنت من الولد ده. أيوه. وتعيش حياتها بعد كده. في بعض المشاكل في مصر شهدناها ورأيناها، البنت بتقعد متعلقة 20 سنة. لا هو عايز يطلقها ولا عايز يديها حقوقها، وأهلها مصرين ياخدوا حقوقها كاملة. فبالتالي ضيعوها وضيع عمرها عشان شوية عفش ولا شوية فلوس ولا حاجة لا قيمة لها. طب الولد مش عايز يدي ومش عايز يدفع وأهله ناس مش كويسين، نروح نقول له تعالى طلقها وهي تبريك. حاجة اسمها طلاق على الإبراء، وتاخد عفشها اللي هي جابته وربنا يعوض عليها، وهذا خير لها. ليه؟ عشان تعيش حياة مستقرة، مش عشان تفضل طول حياتها عدمانة وتعبانة وعايشة على أنها زوجة صاحبنا وصاحبنا سايبها وهكذا. أخيرا هبة بتطلب من حضرتك وبتطلب من الناس إن هم يدعوا لها، 3 سنين متجوزة، هي لسه صغيرة. ربنا يا رب يكرمها ويرزقها بالذرية الصالحة، هي وكل الراغبين في الذرية الصالحة يا رب. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ محمد عبد السميع، منورنا دايما. احنا خلصنا فقرتنا، بعد الفاصل فقرة مسجلة، واشوفكم على خير بكرة إن شاء الله. سلام عليكم. اهلا بكم مشاهدينا مره تانيه. السمنه والوزن الزايد عن حده ممكن يخلي اي واحد سليم ما بيشتكيش من اي امراض يبان ان هو مريض وتعبان واكبر من سنه، يطلع السلم ينهج، يمشي شويه ركبه توجعه، ظهره يوجعه، فهي بتاثر على السليم. فما بالنا اللي عنده مرض مزمن او عنده مثلا مريض قلب او مريض سكر او مريض ضغط، يا ترى ممكن السمنه تاثر عليه ازاي؟ احنا معانا النهارده دكتور خالد عبد العزيز، ماجستير النباتات الطبيه بكليه الصيدله، دبلومه التغذيه والتخسيس من الجامعه الامريكيه، وعضو الجمعيه الكنديه لامراض السمنه. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي واهلا بكل الساده المشاهدين. عايزين نعرف السمنه ممكن تاثر على مثلا مريض القلب ازاي؟ بص، كل الكلام اللي انت قلتيه ده هو كل المجتمعات العلميه الطبيه العالميه بتتكلم عليه. واحنا حتى لو دخلنا مثلا على مواقع موثوق منها زي منظمه الصحه العالميه
وزي الجمعية الأمريكية لأمراض السمنة، هتلاقيهم بيتكلموا في آخر حاجة حصلت في 2017 لقوا أن نسبة الوفيات في أمريكا رقم واحد التدخين. طب ورقم اتنين السمنة. السمنة من أحد الأسباب القوية جدا اللي ممكن تؤدي إلى الوفاة. وعشان كده طلع اكسبريشن جديد اسمه موربيديتي اوبيس، السمنة المميتة. ايوه. فاحنا النهارده في برنامج اسأل مع دعاء ما بنقولش انت بتخس عشان رفاهية، لا صحيح. انت بتخس عشان حياتك، علشان نفسك، علشان مستقبلك هتعيشه ازاي، صحيح، بصحة كويسة، ولا انت رايح في الطريق بتاع الديكلاين او اللاعودة. جميل. فالنهارده مهم جدا واحنا بنتكلم ان احنا نوضح للناس وكل الساده المشاهدين اللي بيشاهدونا، انت لو تخين انت في خطر. خطر. طيب هو بيبقى عارف وقاعدين بيتفرجوا علينا وعارفين، بس الطلعه الاولانيه بتاعه الخساسان دي كانه مثلا شايف جبل وانه يبقى خاسس، كانه واقف في قمه الجبل ومش قادر يطلع. يعني تخيل انت واحد تخين مش عارف يطلع السلم، هيوصل للنقطه دي ازاي؟ تقول له يعمل ايه عشان يوصل للمرحله اللي هو المفروض يخس فيها؟ طيب برضو هقول ونعيد ونقول تاني يا جماعه اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، انت تخين لازم يكون عندك اراده. ارادتك دي هي دي مفتاح ان انت ترجع تعيش تاني بشكل طبيعي. يبقى رقم واحد الاراده. رقم اتنين اللايف ستايل بتاعك، ازاي تقدر تغير من اسلوب حياتك. طيب انت متعود ان انت تاكل كميات اكل كتيره، وعشان اجي النهارده اقول لك قلل كميات اكلك هتقول لي انا مش قادر، انا لسه حاسس ان انا جعان، انا لسه حاسس ان انا عايز اكل. فعشان كده النهارده على مستوى العالم كله ظهرت اهميه الفايبرز، الالياف الطبيعيه. هتعمل ايه يعني الالياف الطبيعيه دي هتعمل معاك ايه؟ الالياف الطبيعيه ديت لما هنبتدي ان احنا ناخدها، اول حاجه بتبتدي تعمل لي شكل الجل او الشكل الهلامي. ده بيتم جوه فين؟ اول حاجه في الكوبايه اللي انا بحضر فيها الفايبرز الالياف الطبيعيه، وابتدي ان انا اكلها. لما هتنزل عندي في المعده وازود عليها ميه بتبتدي انها تكبر وتاخد حجم اكبر. الحجم دوت هيملي المعده. اول بقى ما المعده تتملي انت ساعتها هتبتدي تحس بالشبع. انت في الحاله ديت انت شبعان، ودي هتبقى اول خطوه طريقك ان انت تخس، احساسك ان انت ما بقتش جعان. صحيح. طيب والحاجه الثانيه بقى ايه؟ الحاجه الثانيه الجسم محتاج طاقه طبعا، فهيبتدي هيعمل ايه في الحاله ديت؟ هيبتدي ياخد من الدهون المتخزنه عندك ويبتدي يكسرها ويحولها لطاقه. وبالتالي انت كده ماشي في اول خطوه ان انت تخس وتحافظ على حياتك. دي اول خطوه ليك. طيب جميل. طيب دلوقتي في ناس ممكن تاخد الالياف دي ولما تجوع تاكل مقليات، تاكل محاشي، تاكل ايس كريم، تاكل جانك فود. هل مع الالياف في نظام غذائي لازم يمشوا عليه وبعدين، ولا ياكل اللي هو عاوزه؟ لا، مفيش حاجه اسمها اكل اللي انا عايزه. ايوه. يعني حتى الرياضيين اللي بيمارسوا رياضه ما بياكلوش اللي هم عايزينه، اكلهم حتى بيبقى ليه نظام غذائي. سيستم صحي بالظبط في الاخر. صحي. فاكتر حاجه لازم هتساعدنا واحنا بنحط نظام غذائي ان يبقى فيه اول حاجه ميه كتير، تاني حاجه يكون فيه الياف كتير، الياف طبيعيه. الحاجه الثالثه والمهمه جدا واللي اشارت ليها الشهر اللي فات في اخر تقرير ليها الجمعيه الامريكيه للسمنه، ان احنا نقلل او نبتعد عن اللحمه الحمراء. فدي من احد الحاجات المهمه. في ناس تتخيل ان اللحمه الحمراء دي ما بتخس، ما لهاش اي ضرر وما بتتخنش، يعني دي المفروض ان هي بتخسس. لا، اللحمه الحمراء ديت من الحاجات اللي لازم خلاص النهارده كل الابحاث تتجه لها ان احنا نقللها. تمام. ما ينفعش ان احنا ناكلها كتير. هي بتبقى مفيده في اليانج ايج لو واحد لسه بيبني جسمه، لكن اول ما بيكتمل جسمنا خلاص احنا مش في حاجه للحمه الحمراء، بالعكس احنا المفروض نقللها ممكن مره او مرتين ماكسيمم في الاسبوع، او نمنعها خالص. ده بيبقى احسن لينا. انا منعتها خالص والحمد لله. هي واللحمه البيضه كمان ما عدا السمك. انما انا عايزه اسال، بيبقى سر جمال الشخص لما بيبتدي ان هو يتجه للالياف الطبيعيه او الفايبرز. كل ما بياخد فايبرز كتير كل ما بيبتدي يظهر جماله اكتر وصحته اكتر، وده بيبان بينعكس على وشه. طيب وده يخليني اسالك، هل الالياف الطبيعيه طبيعيه 100% ولا داخل فيها كيميكلز او داخل فيها حاجه صناعيه علشان تنفش النفشان الفظيع ده؟ طب هو سؤالك حلو قوي. وبرضه لازم نوضح لكل اللي بيشاهدنا دلوقتي، انا لما هقول لك خس لازم تخس بشكل طبيعي. لازم ما تخسش بشكل ممكن يعود عليك بالضرر.
فلما بنتكلم على الالياف الطبيعيه بنقول كلمه طبيعيه. معنى كلمه طبيعيه ايه؟ ان هي ما فيهاش اي نوع من انواع الكيماويات اطلاقا خالص، ما تحطش عليها او نضاف عليها اي كيميكالز او اي حاجه كيماويه. بلس على كده الزياده ان هو اورجانيك. طبعا الدراسات الزراعيه في الفتره الاخيره كلها بتتجه ان احنا ناكل حاجه اورجانيك. ليه اورجانيك؟ علشان ما تاثرش على البيولوجيه وتاثر على الميتابوليزم بتاع جسمنا بشكل ممكن يكون متاثر من النبات نفسه بحاجه خدها كيميكالز او اسمده كيماويه، مبيدات ما اعرفش ايه الحاجات دي كلها. بالظبط يعني فاتجاه كله العالمي النهارده ان انا اخد حاجه اورجانيك، حاجه مزروعه ما كانش عليها مبيدات، حاجه ما ترشش عليها اي خدت اي اسمده، كمان التربه نفسها اللي مزروعه فيها تكون برضو بيور، ما تكونش خدت اي نوع من انواع الاسمده الكيماويه. طيب دي جميل. كلمه اورجانيك. خلينا نشوف كده الفيديو يعني الالياف بتعمل ايه في جسم الانسان بطريقه علميه، وانت اشرح لنا بقى يا دكتور. نوضح للمشاهدين، احنا بناخد الالياف، والالياف عباره عن نوعين، نوع بيدوب في الميه ونوع ما بيدوبش في الميه. الاثنين موجودين معانا في الالياف الطبيعيه. هنبدا اول حاجه هنبص عليها الالياف موجوده فين. الالياف موجوده في الهول جرين اللي هي الحبات الكامله اللي ما حصلهاش اي عمليه من عمليات القمح وما اعرفش ايه والحاجات. بس الحبه الكامله مش الدقيق الابيض. يعني ما تجيش تقول لي الدقيق الابيض مثلا في الشوفان، في اللي هي الحبه الكامله ده. هنا مثلا عندنا الفايبرز زي ما قلنا نوعين، نوع بيدوب في الميه، نوع ما بيدوبش في الميه. اول نوع هنتكلم فيه اللي هو بيدوب في الميه، حطيناه في الميه بيبقى شكله عامل زي الجيل، بينزل اهو في المعده. اول ما بينزل في المعده بتحس بالامتلاء، انت شبعت. طيب انا لما شبعت كمان انا ما ادتلكش كالوريز، وبالتالي قللت مستوى السكر اللي موجود في جسمك. فلو حد عنده سكر يقدر ياخده بامان تام. لو حد عنده كوليسترول كمان يقدر ياخده بامان تام. دي برضو من الحاجات المهمه جدا، ان انا مع الفايبرز انا بقلل لك كوليسترول وبقلل لك كمان السكر اللي موجود في دمك او الجلوكوز اللي موجود في طيب الدم. يعني هي تمشي مع مرضى الضغط والسكر. طبعا احنا بنتكلم عن الامراض المزمنه، في ناس عايشين بالضغط والسكر. ده حقيقي. وعلى فكره الناس اللي بتخس يقول لك انا خلاص انا ما باخدش خلاص انسولين. ما باخدش، يعني انا بستغرب، يعني واحد عايش عمره كله مثلا على انسولين لما يخس يوقفه ويقول خلاص انا تقريبا يعني خفيت. خلي بالك يعني مرض السكر ده من الامراض اللي بقت اساسيه قوي ومنتشره قوي الايام دي عشان نظامنا الغذائي. الناس بتتخن فبيجي لها سكر. طب انا لو رجعت الجسم مره تانية لوزنه الطبيعي، طب ما انا خلاص انا مش هحتاج ان انا اخد انسولين، مش هحتاج ان انا اخد ادويه. وحالات كثيره جدا جدا لما خست فعلا ابتدت وقفت انسولين، وقفت ادويه السكر، ورجعت للمستوى الطبيعي بتاعها. جميل. طب احنا معانا اهو لاول مره الاستاذه الالياف جات لنا هي بنفسها. انت يعني انا دايما بشوفها في فيديو، بس هنشوفها عملي بقى المره دي. حضرتك بتحطها في كوبايه ميه قد ايه يعني؟ احنا هنشوفها عملي، وانا كمان يعني للساده المشاهدين انا حاسس ان انا وزني زاد 2 كيلو، فكان لازم ان انا ابتدي اعمل وقفه مع نفسي فاقول اعمل ستوب على طول. هيعقدكم بقى ويقول لكم وزني زاد بقى ويعقدكم بقى. انا بقى الناس بقى اللي اتضايقنا ويبقوا بقى سمباتيك ويقولوا احنا تخنانين فنروح نعمل ايه بقى. طيب نجرب برضو مع السادة المشاهدين. دي الألياف. هي بتبقى علبة فيها كام كيس؟ ولا يعني بتبقى فيها يعني علبة فيها أكتر؟ فيها هو الكورس اللي بياخده البيشنت اللي عايز يخس، بياخد كورس لمدة 3 شهور. بيبتدي ان هو ينزل وزنه. ده الكيس بيتاخد مرة بقى في اليوم ولا يتاخد؟ احنا بناخد كيس في نوع من الفايبر زي ما قلنا، الفايبرز نوعين، نوع بيدوب في المية ونوع ما بيدوبش في المية. فبناخد فايبرز فترة الغداء، ده بيبقى نوع، وفي نوع تاني بناخده فترة العشاء. ده النوع التاني. احنا كده المية هي جهزناها في الكوباية، نص كوباية مية، نص كوباية مية. ابتدي احط الفايبرز. بتحطها كلها؟ هنحط الكيس كامل، الكيس كله بالظبط. ونبتدي ان احنا نقلب بشكل دائري زي ما احنا شايفين كده. التقليب يعني بياخد حوالي من دقيقه لدقيقتين معانا. دي بتاعت فتره الغداء؟ دي فتره الغداء. اوكي. قبل الغداء بقى بنص ساعه ولا بقد ايه؟ لا احنا يعني خلاص في وقت الغداء احنا بنجهزه وبنبتدي ان احنا ناخده. وقتها على طول بعد ما احنا بناخده ما بنحسش ان احنا جعانين فبناكلش. يعني انت انا خلاص يعني انا مليت لك المعده، محضره طبق الغدا اتفرج عليه هاخد دي وماكلوش. ده الغدا بتاعنا يعني. اللي عايز يتغدى النهارده. وبعدين سهل زي ما شفنا كده الكيس، سهل ان انا اخده معايا في اي مكان، لو انا في شغل، لو انا في اي حته. بدات لو الكاميرا حتى هتقرب فابتدى ان هو هي قريب. يبقى جيل
ماسك كده جيل، حتى انا بقلب دلوقتي بصعوبه. بدات تتقل فعلا. بالظبط، بقلب عليه بصعوبه. لو مسكنا الكوبايه يعني الله 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 تمام. فهو كده بقى جاهز، برده الكوبايه اهي قلبناها كلها. ونبتدي ناخد بالمعلقه. ده عامل زي السيريلاك شويه. نفس الفكره كده قريبه. بس هو زي ما شرحنا حتى في الفيديو، هو هيبقى بشكل الجل، هينزل المعده بقى هيملاها كلها. طعمه ايه؟ بص، هو طعمه مسكر شويه. ده طبعا نتيجه ان الالياف الطبيعيه بتيجي من نباتات وبتيجي من فواكه. فطعمها اوريدي مسكر السكارة الطبيعي، هو مش منضاف عليه سكر. وبالتالي كمان يعني حتى طعم الفايبرز المسكر كمان مش ما فيهوش كالوريز. زيرو كالوريز. فانت بتاخدي حاجه ضل، حاجه ملهاش اي نوع من انواع الكالوريز اللي ممكن انها تاثر فينا. فكده طعمه حلو. ودي تتاكل كلها؟ طب يلا بقى خلص زي الشطور كده الكوبايه بتاعتك. يعني يقدروا يخلصوها كلها. وفعلا لما ياكل، انا شايفه انه يعني ده بقت يعني ما بتنزلش. بالظبط، هو حتى طعمه في البق حلو قوي. الناس كبار في السن اللي ما عندهمش اسنان، فانت مش محتاج انت تمضغ، هو على طول بيبتدي ان هو زي الجيلي كده. بيتبلع على طول. كمان في ريحه حلوه قوي. فحتى بالنسبه للسيدات انها بتحب الحاجه اللي تبقى فيها ريحه، فيها ريحه خفيفه قوي كمان حلوه. ريحه السينامون، ريحه القرفه، بس خفيفه جدا. يعني تكاد تكون ملحوظه بشكل يعني دقيق لو حد منهم وعندهم حاسه شم قويه يعني. جميل. طيب المفروض بقى نتيجته تبان بعد قد ايه؟ السؤال ده حلو قوي، لان كل الناس بتسال عن النتائج. انا النهارده يا دكتور هاخد الالياف الطبيعيه، نتيجته هتبان بعد ايه؟ اولا في انديفيدوال فاريشن، في اختلاف من شخص لشخص. في واحد ممكن تلاقيه هيخس في الشهر 10 كيلو، واحد ثاني هيخس في الشهر حوالي من 5 ل 4 كيلو. لان انا ببتدي اهل جسمك ان هو يخس، بس المتوسط العالمي ان انت جسمك هيخس في الشهر 6 كيلو. و6 كيلو كمتوسط عالمي ده رقم حلو جدا جدا جدا. انت لما تخس 6 كيلو انا مش هاثر على بشرتك، نضارتك هتفضل زي ما هي، الوش هيفضل منور زي ما هو، الجلد مش هيحصل فيه علامات او تمدد. الحاجه الثالثه كمان اعضائنا الداخليه اللي احنا مش شايفينها. يعني انت جوه جسمك هنا انت في حاجات كثيره مش شايفها، زي مثلا الكبد، زي الكلى. كل الحاجات ديت انت بتحافظ عليها لما وزنك بينزل المعدل العالمي. ناس كتير بيقولوا لنا انا همنع الاكل وهقعد فترات طويله من غير اكل وهخس. هتخس، مش هقول لك مش هتخس، بس التبعيه بعد كده هتصاب بامراض كتير. الحاجه الثانيه، وقت ما هيجي عليك فتره مثلا وليكن اسبوع او 10 ايام او 15 يوم، هيحصل لك فجعه، هتلاقي نفسك عايز تاكل وبشراسه. فوات ايفر ال 2 3 كيلو اللي انت نزلتهم، انت رجعتهم مره ثانيه. ده في حاله انه يعني عمل الرجيم الثاني اللي هو الرجيم اللي هو هيمنع كيميكال او بالظبط، هيمنع اكله، هيمنع كيميكالز وبتاع. طب ليه؟ ما النهارده العلم الحديث، النهارده بقى عندنا فايبرز، عندنا الياف طبيعيه موجوده، كمان مرخصه من وزاره الصحه، ناخدها بامان تام، ما عليهاش اي كيماويات، اورجانيك. كمان الاف دي اي، والاف دي اي اللي هي الفود اند دراج اسوسيشن الامريكيه. الاف دي اي ديت هي اللي النهارده بترخص الاكل والدواء اللي بياخده المواطن الامريكي. واحنا عارفين قد ايه المواطن الامريكي وزاره الصحه هناك بتحافظ عليه بشكل كبير جدا. اللي هو لا يمكن انها ممكن تصرح بحاجه ممكن انها تضر هذا الانسان. فالاف دي اي النهارده مصرحه بالفايبرز للناس اللي عايزه تخس. اي حد عايز يخس، انسب طريقه ليه النهارده هي الالياف الطبيعيه. طيب معايا منى. ايوه مع حضرتك. اهلا بيك يا منى. اهلا بحضرتك. اهلا، ازيك يا استاذ رعاية؟ اهلا بيك يا حبيبتي. انت استخدمتي الالياف دي؟ ايوه استخدمتها. قعدتي قد ايه تاخديها؟ اولا وزنك كان قد ايه وبقيتي وخسيتي قد ايه؟ وزني 135، واول اسبوع خسيت 2 كيلو. 2 كيلو. ايوه في اول اسبوع. كنت بتاكلي كانت يعني كنت بتشبعي ولا كنت ايه؟ احكي لي كده، يعني احكي لي تجربتك مع الالياف. والله انا بالنسبه ان انا الالياف كويسه معايا. بتشبعك يعني؟ حسيت ان انا خسيت فعلا عليها. طيب كويس. بتشبعي لما بتاخديها؟ نعم ايوه بشبع، وبحس ان انا بطني معدتي ممتلئه اكل ومش عايزه اكل. بقعد فتره كده ببقى مش عايزه اكل فعلا، وما باخد الكيس الثاني بتاع بالليل. باخد علبه الزبادي بالعافيه يعني، مش طيب ما بقاش جعانه. وبقالك قد ايه بتاخديها؟
انا ليا كده بالظبط اسبوعين، اول اسبوع خسيت 2 كيلو والاسبوع ده يعني برضه هيبقى كده، لان انا حاسه ان انا ايديا رفعت وجسمي خف. طب كويس. هو الخسسان على فكره ببطء افضل كتير من الخسسان بسرعه، لانه ما بترجعيش بسرعه. انت كان عندك مشاكل صحيه يا منى؟ ايوه عندي ضغط وعندي سكر. طيب ان شاء الله يعني تحسن من الضغط والسكر. حضرتك عايز تسالها اي سؤال يا دكتور؟ قولي لي يا منى، انت سعيده بحياتك النهارده بعد ما نزلت؟ يعني جسمك ابتدى ينزل اهوت واكيد. الحمد لله. ايوه طب ابتديت يعني حاسه في تفاؤل، متفائله ان انا ابتديت ان انا اخس. انا اول مره احاول اخس. طيب اول مره؟ ايوه اول مره احاول ان انا اخس. عشان في حاجه مساعده ساعدتك انك تخسي وتشبعي؟ يعني في حافز، انما الاول كنت ببص كده النظام الغذائي في حرمان في كده. يعني طبعا بالنسبه لي بيبقى ايه تقيل. شكرا ليك يا منى. يعني هو ده الهدف اعتقد من الالياف، انه يبقى في حاجه تساعد وتسند في وقت الجوع ووقت يعني الواحد يبقى باصص كده الناس كلها بتاكل جاتو وبتاكل حاجات وهيموت عليها، غير لما يبقى شبعان ومش عايز ياكلها. صح. يمكن منى قالت كلمه عجبتني قوي، قالت انا متفائله. حته التفاؤل، فانت النهارده اتفائل هتخس ما تقلقش. طيب انا عايز اعرف سعراتها، هل ليها سعرات عاليه او سعرات يعني في ساعات ناخد حاجه علشان نملى بيها بطننا فيبقى سعراتها برضو عاليه؟ طيب السؤال ده على فكره حلو قوي. الفايبرز ما فيهاش سعرات حراريه خالص خالص. طيب فيها ايه تاني ممكن ان هو يساعد جسمك؟ لا هيساعد جسمك لانها الياف طبيعيه، فبالتالي هتمدك بكل الفيتامينز والمينرالز اللي محتاجها الجسم. فانا ما اديتكش سعرات حراريه بس اديتك فيتامينز ومينرالز املاح، هتساعد جسمك النهارده ان هو يخس بس في نفس الوقت ما يتاثرش. وده الفرق لما الناس اللي هي بتقول لك انا همنع اكل عشان ما يبقاش فيها سعرات حراريه. طب ما انت ما خدتش الفيتامينز والمينرالز اللي محتاجها جسمك، وبالتالي انت النهارده جسمك بيحس ان هو في انهيار، فتلاقي شعره بيقع وتلاقي جلده ابتدى يحصل له فيها ترهلات وابتدى يحصل علامات سوداء تحت العين. لا ليه؟ عشان ايه؟ عشان تخس؟ لا خليك زي ما انت كده تخين، او خد بقى الالياف الطبيعيه وابدا خس بشكل صحيح. ابدا خس بشكل فعلا يديك التفاؤل، يديك الحب في الحياه والحب ان انت مظهرك حتى في وسط اصحابك في وسط اهلك يلاقوا لا شكلك بقى احلى. جميل. دكتور خالد عبد العزيز انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، يعني ونتمنى انه التجربه دي يعني تشجع ناس كتير ان هم يخسوا. فكره ان احنا نعيش بصحه ما نعيش يعني تعبانين وشايلين في 2-3 شايلينهم فوق ظهرنا يعني، او واخدين طريق النهايه يعني زي ما الجمعيه الامريكيه للامراض السمنه بتقول. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا بيك. دكتور خالد عبد العزيز ماجستير النباتات الطبيه بكليه الصيدله، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المشاهده، نشوفكم على خير ان شاء الله بكره. سلام عليكم.